محمد هاني برضو يعني انا معاك ان يمكن في اول 10 دقايق كان اختراق شويه، لكن عمل انا في رايي عمل كمان بعديها يعني وقف على رجله بشكل كويس، عمل اداء لا يعني اداء كويس بالنسبه لمحمد هاني في المباراه اجماليا. يعني انا بتكلم برضك يا هاني، انا بقول ان محمد هاني مستقبل النادي الاهلي ومستقبل حتى منتخب مصر طبعا، لان عنده امكانيات تقدر توديه في حته بعيده قوي. مزبوط. لكن انا برضك بتكلم في حاجه، انا لازم دايما وانا شغال وانا بلعب لازم اصلح الاخطاء بتاعتي. مزبوط. انا ما يبقاش مثلا في حته التغطيه العكسيه مثلا ما بفكرش فيها بشكل كبير، لا ده انا لازم اتمرن عليها ولازم اشتغل عليها ولازم انفذها. ده عشان يعني احنا بنيجي نتكلم مثلا على رونالدو وبنتكلم على ازاي بيشتغل على نفسه لغايه دلوقتي. لغايه دلوقتي بيشتغل على نفسه. في لعيبه كتيره جدا بتعرف تشتغل على نفسها. فالنهارده في الاحتراف يا هاني انا مش شرط كمان ان انا المدير الفني يجي يقول لي مثلا انا هصلح لك مثلا لا ماشي، ده بيصلح في وسط وحده التدريب، لكن ده انا ممكن كمان اشتغل على نفسي الاخطاء اللي عندي اتخلص منها. المباراه طبعا زي ما احنا قلنا كان فيها الاستحواذ، وفي حاجات سلبيه تانية غير النقطه دي حضرتك يعني شفتها؟ يعني دي اكتر حاجه الحقيقه، يعني دي اكتر حاجه كانت واضحه، وكان فيها زي ما قلت لك يعني الحمد يعني ربنا الحمد لله ستر ان ما جاش جول في الوقت دوت من الحته ديت.